هاني. نعم يا باشا. انزلي تحت استنينا في الجراج. حاضر يا باشا. تهاني ابعت لحسام الواير. يلا هوبا. ها يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا. طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك. يلا. هوبا يا شيخ حسن. يلا زهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش، انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع، عشان خاطر يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك، واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معايا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري، عشان خاطري. طب اسمع. الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها؟ انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيستلموا منك هناك. تخلص شغلك وتستنانا في الجراج تحت. ها؟ اوكي. افتح باب السطوح. حاضر 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 يا باشا.